على مدار الأشهر الماضية يعيش الشعب الفلسطيني في سلسلة من الجحيم، فالمعاناة هناك لا تنتهي، حيث يواجهون مأساة النزوح المتكرر ويتعرضون لقصف واستهداف إسرائيلي مستمر، وفي الوقت ذاته يعيشون تحت حصار خانق يمنع دخول المساعدات إليهم. وخلال الساعات الماضية تداول المستخدمون مقطعاً مصوراً لشاب فلسطيني يتحدث عن كل الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الفلسطينيون بسبب الحرب. لنشاهد. والله إخوانا بطل فينا حيل، بطل فينا حيل بمعنى الكلمة. أنا والله مش حاسس بجسمي كله، مش قادر أقف على رجلي. أنا إذا ما متش من القصف حموت من الجوع، إذا ما متش من الجوع حموت من النزوح بهذا الجو. إذا متخيلين من امبارح لهلقيت وإحنا بننزح من مكان لمكان، حتى في نص الليل بالفجر بننزح، بيحكوا لنا روحوا على منطقة، هذيك منطقة آمنة بنروح عليها بشمطوا فيها حزمات نارية، بنطب نجري بنروح على مكان ثاني، الكويت كابتر بتطخ عشوائي على الناس وقذايف بشكل مش طبيعي عشوائي على الناس، لو اللي بقهرك أكثر وبتعز بنفسك أكثر إنه بطل حدا يتابع أخبار غزة، بس قلة قليلة الغالب بتتابع أخبار غزة لهلقيت، الله يجزيهم الخير إنه متحملين لهلقيت يعني، باقي الناس بطلت تهتم لأخبارنا واللي بيصير عندنا، مع العلم إنه إحنا في الأيام هاي أصعب من أول أيام الحرب. اجتمع لنا كل شيء حرفيا هالقيت، قصف وجوع ونزوح واباده بمعنى الكلمه. والناس بطلت تنشر عنا ولا بطلت تعبرها، بس قله قليله قاعده بتنشر. نسيوا غزه ونسيونا والوضع صعب جدا عندنا. يعني قسما بالله انا ما قادر اقف على رجلي، والله العظيم انا حاسس بجسمي. بطل فينا حيل بمعنى الكلمه، صرنا زي المشردين في الشوارع العظيم يا جماعه احنا، من مكان لمكان صرنا بنتشرد، مشردين في الشوارع، كل شمال غزه هيك صار. كل المناطق صارت مخيفه في شمال غزه.